السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة معادنا مع بروجكت جديد. النهاردة هنتكلم عن عملة جديدة وتوكن جديدة. التوكن اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي عملة الـ ABEX أو عملة الأبكس. هنتكلم عن منصة الأبكس فاينانس، وهنتكلم عن عملة الأبكس في الفيديو ده إن شاء الله. هنتكلم عن كل حاجة، هاو تو باي ابيكس، هنتكلم عن السوشيال ميديا لينكس وكل حاجه. تمام، احنا دلوقتي في الويب سايت كعادتنا بنبدا في الويب سايت دايما. احنا دلوقتي لو حبينا نتكلم عن كل حاجه في الويب سايت، هنا بيقول لك اونلي يوز اور اوفيشال تليجرام. هتلاقي اللينك ده طبعا، لو دخلت عليه هتخش على تليجرام جروب، وده نخليه في الاخر. تمام، ده طبعا الكونتراكت ادرس بتاع العمله، تقدر تعمل له كوبي طبعا وتضيفه على التراست وولت بتاعتك او الميتا ماسك بتاعتك. طب ايه هي فائدته؟ فائدته ان انت لما تيجي تبحث عن توكن وتبحث عن طريق الكونتراكت ادرس، فده بيخليك ان بيمكن لك ان انت تعرف تضيف التوكن عندك، بحيث ان لو حد بعت لك مثلا مبلغ من التوكن دي، فالمبلغ يوصل لك عادي جدا، وتقدر تعمل له سواب عادي جدا عن طريق بانكيك سواب. تمام، بتمنى تكونوا فهمتوا ايه فايدة الكونتراكت ادرس، وطبعا اكيد كلكم عارفين مش اول مرة الكلام ده يتقال. هنا طبعا بيقولك hold apex and earn apex. طبعا هنا بيقولك ان الابكس توكن is a reflection token where you can invest your funds safely, earn passive income and gain premium access to growing number of financial products within the apex network. طبعا انت عن طريق الابكس تمام تقدر تستثمر باموالك، تمام، وبتكسب عائد كويس جدا. العائد ده طبعا بيعمل جرو للنمبر اوف برودكتس بتاعتك. الكلام ده كله طبعا في الابكس نتورك، في شبكه العمله. تمام، طيب نيجي لاهم حاجه في الموضوع ده كله، وهي هاو تو باي ابكس. لو دخلنا على بنكيك سواب بسهوله جدا، هتضغط تكليك على اي اندرستاند، وبتدخل على اللينك نفسه او اللي انا هحطه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام، اول حاجه انت بتعملها بتعمل كونكت الوالت بتاعتك، سواء كانت ميتا ماسك او تراست وولت او ماث وولت او توكن بوكيت او اي حاجه من او بي اس سي، اي حاجه، باينانس تشين وولت، اي حاجه. تمام، عن طريق ان انت لو معاك عملة من العملات دي كلها، بي ان بي، ايثيريوم، اي عملة من العملات دي كلها، تقدر تعمل لها سواب بسهولة جدا. طبعا انت بتحولها لابكس بسهولة جدا، عن طريق ان انت بعد كده بتعمل ضن الحاجات اللي انت عملتها. تمام، وكل حاجة بتحصل والسواب بيتم بالفعل، اي حاجة انت عملتها بتتعمل. تمام، والفلوس اللي معاك سواء كانت بالبي ان بي، بالبي يو اس دي، باليو اس دي تي، اي حاجه من الحاجات دي كلها بتتحول للابكس بسهوله جدا. طيب لو رجعنا تاني للويب سايت، طبعا البري سيل بدا خلاص. تمام، لو رجعنا تاني هنا بيقول لك بيلت فور سكسس ويز جريت فيوتشرز. الفيوتشرز بتاع الابكس، اول حاجه اللي هي 1% او 1% redistribution in apex. هنا بيقول لك 1% of every sell or buy is redistributed among all apex holders. تمام، بيقول لك ان كل معامله او كل ترانزكشن بتحصل، في 1% من الترانزكشن دي بترجع للهولدرز. تمام، هنا بيقول لك 100 مليون توكنز، الكلام ده مينيمم. تمام، الاوتو بيد او افري، بيقول لك ان في اوتو بيد او في دفع تلقائي افري 120 منت، بعد كل 120 دقيقه او بعد كل ساعتين تقريبا بيحصل لك دفع تلقائي من غير ما انت تعمل اي حاجه. هنا بيقول لك ذا ابكس يو ايرن اوتو بيد تو يور بي اس سي ولت الباينانس سمارت تشين. طبعا انت مش بتعمل حاجه، بيرجع لك او العائد او المكسب بيرجع لك وانت قاعد مكانك كل ساعتين. في طبعا 7% ليكويديتي بول. تمام، في سكيورتي عالي جدا، في دام بلوك، في تيم كوميونتي دريفن. تمام، ان التيم هو دوره ان هو بيليد، او هو دوره ان هو الليدر،
انما الكوميونتي هو اللي بيحرك العمله، هو اللي بيتسبب في رفع سعرها، في قله سعرها والحاجات دي كلها. تمام، يعني اي حاجه بتحصل بتبقى بسبب الكوميونتي نفسه. انا بقول لك طبعا في 3% في مخصصين للماركتينج، واللي هم بيعدلوا عن طريق اعتقد ان هم 300,000 دولار، دول مخصصين للماركت. تمام، انا بقول لك اوتو كليم بيج تاكس هيوج ليكويديتي، في ضريبه عاليه طبعا بس مش بمقدار السيوله، السيوله اعلى من الضريبه، عشان كده احنا هنا ذكرنا كلمه هيوج. تمام، طبعا لو دخلنا على التوكنومكس، تمام هنا بيقول لك توتال سبلاي، الرقم ده الانيشال بيرن، البيرن افتر 2 مانثز، التيم والت، الدي اكس سيل، البنك سواب سيل. تمام، الحاجات دي كلها تلاقيها بالارقام اللي موجوده عندك دي. الترانزكشن تاكس او الضريبه، ضريبه كل معامله 11%، الليكويديتي بول 7%، الماركتنج والت 3%، الريديستريبيوشن 1%. طيب عن طريق رود ماب برضو نقدر نفهم اكتر عن التوكن. هنا طبعا الستيب 1 او الخطه الاولى او الفيز 1، الويب سايت طبعا، الكونتراكت، التليجرام جروب، البرايفت سيل، البري سيل، الماركت كاب، البنك سواب طبعا. تمام، والابلكيشن اوف ابيكس اللي هو هيبقى موجود 1 اوغست او 1 اغسطس، تمام بعد 15 يوم تقريبا. الفيس 2 او الستيب 2، كوين جيكو، الماركت كاب، الماركتنج، التايم سكوير، ال 10,000 اوف هولدرز، 10,000 هولدرز، وهكذا. يعني لما تلاقي الحاجات دي كلها طبعا في الستيب 3 او في الخطه الثالثه، اخر حاجه طبعا بيبقى فيه الاوفلاين ادفرتايزنج، ال 100 مليون ماركت كاب، الام اي والان اف تي وكل الحاجات دي كلها. دي بيعيدوا المعلومات تاني. لو حابب ندخل على الوايت بيبر عشان نعرف معلومات اكتر، لو دخلت على الوايت بيبر هتلاقي الحاجات دي كلها. تمام، هنا بيتكلم عن كل حاجه، الفيوتشرز والتكنومكس والرود ماب وكل حاجه. تمام، وده التيم طبعا، ستيفن بوكمان، الانتشاب والحاجات دي كلها، دي كلهم التيم اوف ابيكس. تمام، هاو تو باي، دي طبعا طريقه ازاي تشتري العمله عن طريق التراست وولت او الميتا ماسك او البي اس سي بسهوله جدا. لو حابين ندخل على تويتر، طبعا ممكن ندخل نفتح بيج تويتر ونطلع على التويتات الموجوده. دي بيج تويتر، تمام، تقدر طبعا تعمل فولو وتتابع التويتس الموجوده. انا عشان وقت الفيديو فهعدي عليها بسرعه. تمام، تقدر تتابع طبعا في تويتس كتيره دي تدل عن العمله ناجحه. تمام، وفي فولورز يقدر الفولورز حوالي 17,000 فولورز، ودي حاجه كويسه جدا في عالم الكريبتو. لو دخلنا على كوين جيكو، تمام، حبينا نعرف سعر العمله، ده سعر العمله باليو اس دي تي. تمام، في انخفاض طبعا في العمله شويه. تمام، دي لو حابب تعمل تشيك بسيط تقدر تختار اي عمله من العملات دي كلها. تمام، دي اللايف شارت او رود شارت بتاع العمله. تمام، ودي طبعا البرايسز والستيتس بتاع العمله. اعتقد احنا كده كنا اتكلمنا عن كل حاجه. ممكن ندخل على جروب التليجرام في اخر حاجه، كاخر حاجه يعني. ده جروب التليجرام، ده رمز التوكن. الجروب طبعا فيه حوالي 5,000 ممبرز. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتبداوا تستثمروا في العمله، وتشتركوا في القناه طبعا بحيث يوصلكم كل جديد. قناتنا كريبتو رود، طبعا كل الحاجات دي هحطها في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهاف ا نايس تايم.